واحنا بنتكلم النهارده عن تاريخ القهوه في مصر وعلاقه المصريين بيها اللي ممتده عبر مئات ان لم يكن الاف السنين. لما بكلمك على الاف السنين مش معناه ان كان في قهوه بالشكل اللي احنا قاعدين فيه قدام المصريين كانوا قاعدين فيها، لكن انا بتكلم هنا على معنى القهوه. معنى القهوه ان مجموعه من الاصدقاء بيتقابلوا بيشربوا مشروب ويتسامروا ويحكوا. هل ده كان موجود في مصر القديمه؟ يعني المصريين القدامى كانوا عارفين المعنى ده؟ وبعد ذلك ايه اللي طور القهوه ونقلها من العصور القديمه الى العصور الحاليه؟ وكمان القهوه بشكلها الحالي اللي انا وانت بنحب نقعد عليها ونشرب فنجاننا او الشيشه بتاعتنا ظهرت امتى؟ كل الكلام ده هيكلمنا عليه ضيفي الكريم كبير الاثريين بوزاره الاثار دكتور مجدي شكا. مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. خلينا قبل بس ما نبدا نشرب قهوه طالما قاعدين على القهوه. يا حاج سيد اتنين قهوه ساده والنبله وجاهزين. دكتور مجدي، وانا بكلمك عن القدماء المصريين، هل كان ليهم تجمعات يقعدوا فيها يتسمروا بالليل او بالنار؟ قول حضرتك، هو يمكن افلاطون قال كلمه مهمه جدا يا استاذ محمد، قال ما من علم تعلمناه الا من المصريين او من مصر. مصر طول عمرها كانت جامعة في كل شيء، يعني فكرة ان هي يتعلموا هنا كان موجود، حتى فكرة الرفاهية، لان اللي احنا اللي حضرتك بتتكلم عليه هو نوع من العلم، ما بدأش كده اعتباطا. عارف حضرتك مصر مجتمع زراعي، ودايما المجتمع الزراعي عنده فسحة من الوقت، واحنا الاول كنا بنزرع مرة واحدة في السنة، يعني كان الفيضان بيقعد 4 شهور وبعدين يزرع 4 شهور ويقعد 4 شهور بدون شغل. ففي الفترات دي حتى وهو بيرمي الثمرة وعايز يقعد، هيقعد فيه. فكان لهم بعض ما يسمى زي ما حضرتك اشرت فكره المجمعات. انا بشكر حضرتك جدا للموضوع ده لسبب، الناس معتقده ان المصريين القدماء مقضينها بناء معابد واهرامات وقاعدين طول الوقت يعبدوا. ابدا والله، هو مجتمع بشري زي اي مجتمع، ومعروف المصريين ده. يمكن احنا دلوقتي بقينا مكشرين وحشين شويه والله، انما كل لو حضرتك ترجع والله كان عندهم بهجه. يعني كان عندهم، تخيل ان اعيادنا في مصر القديمه وصلت ل 268 عيد، كانوا بيألفوا اعياد. مصر القديمه والله كان عندهم اعياد 68 عيد. هتقولوا ما كانوا بيشتغل ايه؟ لا لسه اقول لك، لو ال 268 عيد كانوا موجودين النهارده كنا خدنا 268 يوم اجازه. لا بس هم ما كانش بياخدوا اجازات. الاعياد المقصود بها فكره الموالد اللي احنا بنعملها دلوقتي. لو حضرتك وانا بتكلم حضرتك دلوقتي في مولد ما في قريه ما، فحضرتك عارف فكره المقامات. اعياد دينيه في قرى. فبالتالي فكره كان عنده اعياد دينيه وكان عنده اعياد زراعيه، زي مثلا اعياد بيئيه زي عيد شم النسيم، عيد وفاء النيل. كان عنده هو ده العيد الوحيد اللي احنا طلعنا بيه من اجدادنا الفراعنه، وفاء النيل وشم النسيم. وفاء النيل موجود في الاجندات. طيب كلمني دكتور مجدي على بدايات قعدات المصريين في مكان. هل المكان ده ليه خصوصيه؟ واحد ما اجره بيقدم لهم مشروب، ايه نوع المشروب؟ هو غالبا كانت بتبقى مناطق او المناطق دي مرتبطه بالاماكن القريبه بعد ما بيخلص زراعته. بيحب يقعد او اماكن اللي بيبيع كمان في الاسواق، لانه محصول الزراعي بتاعه ما كانش عنده فكره وسيله النقود، فهو فكره المقايضه. فهو كان بيروح يرتبط القعده دي كانت بترتبط بحاجتين، يا اما اثناء الموالد اللي الدينيه بتاعه المعبودات او الالهه، يا اما في الاحتفالات. واحنا لقينا في داخل المقابر مناظر كتير جدا للحفلات، حتى الناس الاغنياء، ويمكن لفتره قريبه جدا كان القهاوي كان ممنوع القعده عليها، وكان بيبقى في قهاوي للناس الاغنياء، فبرضه كان عندهم حفلات للناس الاغنياء بيتجمعوا فيها، واعياد للناس او حفلات للناس البسيط. اهم مشروب كان بيقدم هو مشروب الجعه، والجعه اللي احنا دلوقتي في طريقتنا الشعبيه بيسموه البوزه، ان هو كان بيجيب الشعير يخبزه، وبعد ما يخبزه ما بيسويش قوي، وبعدين بيحط العيش ده في ميه ومنقوع او يعني عباره عن ما يبله بحاجه فيها بلح، لان ما كانش في اختراع السكر دي موجود، فبعد كده يسيبه عده ايام يتخمر ويبدا يشربه. فكده مشروب شعبي، وكانت الوجبه الاساسيه عند المصريين القدماء او عند اجدادنا الرغيف او اللي هي البوزه دي او اللي بيسموها الجعه، وعندنا الايه الميه ورغيف العيش والجعه دي كانت شيء مهم جدا. فده كان يعتبر المشروب الايه الاساسي. النبيذ بقى كان بتاع الناس الاغنياء شويه ولا يزال. بس عايز اقول لك، هل في تجمعات المصريين رصدتها برديات مثلا؟ مناظر المقابر، احنا خدنا كل معلوماتنا للاسف ان احنا 90% من المعلومات اللي جات لنا عن طريق المقابر. المقابر او المصري القديم كان عنده حاجه مهمه جدا، عنده كان نموذج مهم بيقول لك كما فوق كما تحت، كان بيعتقد ان مصر هي صوره من السماء،
وبالتالي مصر فيها نهر السماء، فيها نهر النيل، فيها كل المناطق اللي في مصر، وبالتالي هو كان عنده الفكرة دي. فكان هو من حبه في حياته في مصر كان يريد أن يبعث في العالم الآخر في نفس مصر. وعندنا تجربة مهمة جدا، واحد اسمه حير خوف وسابني، الراجل ده كان مستكشف افريقي، رحمت في افريقيا، تخيل ابنه يعني يبقى ياخد 30 حمار محملين بالهدايا ويقعد رحلة في 6 شهور عشان يجيب جثة ابيه. ليه يا عم انت عملت كده؟ قال لانه لو دفن في ارض غير مصر لن يرى الجنة. فالمصري كان بينظر لمصر ان هي ليه الجنة. واحنا عندنا الفكرة حتى الان، تلاقي الواحد مهاجر امريكا بقى له 100 سنة وما يجي يموت يقول لهم ودوني دفن في تراب ايه؟ في تراب بلدي. بس عايز اقول لك هنا احنا بنتعامل وقاعدين على القهوة بعملة، تفتكر ايه العملة اللي كان بيتعامل بيها المصريين القدماء وهم قاعدين على مكان يشبه القهوة، علما ما كانش لسه ظهرت العملة؟ وكان عنده فكرة المقايضة، ودي كانت السائدة، بس كان عنده يعني زي حاجة تشبه الكوينز اللي هي زي الفضة والنحاس والبرونز والذهب، بمعنى ان الحاجة الغالية الشراء بقطع من الذهب، قطع تشبه النقود، بس الحاجة الغالية الشرب قطع من الذهب، الأقل من الفضة، الأقل من البرونز والنحاس. وبالتالي احنا لقينا، واحنا لقينا لما كانت مصر بتروح تستورد الأشجار الأرز من لبنان، لقينا كده في رحلة واحد اسمه وين أمون، ده كانت رحلة مشهورة جدا، الراجل اللي كنت قال ان كنت واخد أكياس، ما قالش من نقود ولكن من من يعني أوزان محددة من الايه من المعادن، يعني كل حاجة كان بياخد لها وزن. واحنا لقينا منظر مهم جدا، الراجل بيوزن والناحية التانية كان بيحط فيها نحاس او برونز او فضة او ذهب على حسب المنتج. يعني ميجي يشتري مثلا حاجة عادية هيدفع نحاس او برونز، ميجي يشتري حاجة غالية يبدأ الفضة او الدقيق والذهب. ويمكن كان عندنا ملحوظة مهمة جدا، فضة الذهب في مصر كان كتير، معروف ان الفضة كانت اغلى من الفضه، لان الفضه حاجه كانوا بيستوردوها، اما الذهب يعني اطنان واطنان لدرجه انها كانوا بيسموها التراب، يعني لدرجه ان عندنا ملك احد الممالك البابليين كان بيقول للملك المصري اللي هو ابو اخناتون منحدو الثالث بيشتكي لمراته بيقول لها يعني بعت لي ذهب قليل وانتوا عندكم تبر او زي التراب، فيعني عندكم كميه كبيره. طيب القهوه كده بدايه ظهورها بقى بالشكل الحديث ده او ما يشبه الشكل الحديث ظهرت في القرن ال 15 و16 القرن ال 15 وما جت الحمله الفرنسيه في القرن ال 18 بدات ترصد لنا، يعني بكتاب وصف مصر ما سابش حاجه، قال ان القاهره لوحدها كان فيها اكتر من 1000 قهوه، ومصر العتيقه او القاهره العتيقه كان فيها 500 قهوه. وعندنا واحد اسمه ادوارد لين كتب كتاب عن القاهره مهم جدا، قال المصريين المحدثين قال ان بدا يوصف لنا حتى القهوه وشكلها، وقال هي عباره عن مكان دائري بيتحط فيه مجموعه من الدكك وبتبقى خاليه من الزخارف وبيجتمع فيها الناس اللي هم الاول كانت بدات في العهد العثماني والمملوكي، هي بدات في العصر المملوكي، كانوا بيجتمعوا فيها الصناعيه يقعدوا يتبحثوا من النجارين والحدادين، وكان ما يقعدش فيها السيدات ممنوع خالص، والناس الطبقه الراقيه ما كانش برضو يحبوا يقعدوا في القهوه. مشروباتهم كانت قبل اختراع القهوه والشاي. بس عفوا الدكتور مجدي للمقاطعه اتفضل، لا يزال يعني تقريبا ده موجود، يعني علي السيدات والأليسات مش بيحضروا قهوة بنفس القدر، بيروحوا كافيه بنفس والأسرياء، يعني القهوة البلدي نادراً ما تلاقي فيه سيدة أو أنسة قاعدة، لكن الطبقة الوسطى وما دون الوسطى. فكان قبل اختراع الشاي والقهوة كان يشربوا القرفة والجنزبيل لأن دي كانت مشروبات إيه مصرية صرف، وكانوا يقعدوا يتبحثوا. طب بيستمتعوا بإيه؟ كان عندنا فكرة بقى الربابة اللي هو الراجل اللي بيحكي قصة أبو زيد الهلال بالظبط، دي مهمة وخيال الظل والأراجوز والحكواتي، الراجل اللي بيجي يحكي بقى. وهنخش بقى على تجربة بيرم التونسي لما يجي بقى الزجل يقول الزجل والغنيت منها السيدة أم كلثوم. القهوة القديمة اللي ظهرت في القرن ال15 حاولت تتحايل ان مفيش تلفزيون، مفيش تقدم تلفزيون ولا راديو ولا اي شيء فبيقدموا، يبقى ده مكان للتسلية بالظبط وقضاء وقضاء الحاجة يشربهم ويكلمهم يتبحثوا في شغلهم بالظبط، صفقات البسيطة بتتم في داخل القهوة، وفي نفس الوقت هو بيسمعهم حاجة وبالليل يسمعهم الحكاوي ويسمعهم التجارب زي بيقولوا بيصبروا نفسهم عن طريق الايه نوع من نوع من الفن. وكانت دي مشهورة جدا، وظهرت بقى الروايات المشهورة جدا عنتر بن شداد وسيف اليزل والحاجات دي كلها الموجودة. بس عايز اقول لحضرتك ده حاصل في التوقيت الحالي، يعني القهوة حاليا مكان التجار بيقعدوا فيه ويتقابلوا ويجوزوا اعمالهم وبقت متخصصه في قهوه الفنانين، في قهوه الصناعيه يعني دلوقتي بقت صناعيه التف على شوف في قهوه السم والبوق بقت يعني في تخصصات في القهوه طيب احنا موجودين في مكان في منطقه مسجد السيده نفيسه، منطقه السيده سكينه رضوان الله عليهم وكلامه، هو الحي الخليفه نفسه حي لا يعني ذات معنى كبير، يعني ايه هو المعنى؟ عندنا الحي يسمونه نسبه للخليفه الاهم، احنا بنتكلم عن حي بقى له اكتر من 1000 سنه، الحاكم بامر الله
يعني هو اول واحد اول واحد بدا ياسس. لما نقول الخليفه نفتكر على طول الحاكم بامر الله رغم كل شطحاته ورغم، لكن الراجل ده بدا ياسس لهذا الحي اللي هو حي الخليفه، وبدا يعمل لنا مساجد ما يسمى بمساجد الرؤيه. بمعنى احنا في يعني عندنا في الشارع عندنا في هذا الحي في اماكن كتير لمشاهد الرؤيه، يعني الجسد مش موجود، انما واحد يقول لك انا حلمت ان السيده مثلا رقيه جت، او مثلا حلمت ان يعني السيده زينب، لحضرتك رحت الاقصر تلاقي مسجد ما فيش السيده زينب، ولكن هي ما يسمى بمساجد الرؤيه. فهي على حسب العقيده الشيعيه بتاعه الحاكم امر كان يسمح بهذا الموضوع. فبدا يتاسس في حي الخليفه وشارع اسمه شارع الاشراف نسبه للاشرف خليل بن قارون. الشارع ده مهم جدا جدا، والدوله اخيرا عملت فيه مشروع اسمه محمد ان شاء الله في حاله نجاحنا بعتبره مشروع مهم جدا اسمه مزارات آل البيت او مقامات آل البيت. ان دلوقتي من بدانا من اول السيده نفيسه لغايه جامع زين العابدين، ويضم بقى السيده سكينه والسيده رقينه والجماعه دول كلهم شارع الاشراف. المنطقه عمليه اللي احنا قاعدين فيها المنطقه دي هيسمح هيتعمل فيها عربيات كهربائيه بحيث الزائر يبتدي من جامع السيده زين العابدين ويمشي بقى يشوف جامع السيده سكينه والسيده رقينه، لان دي بيسموها بقيع مصر، يعني عامله زي كده ايه، احسنت في التسميه. دي بقيع مصر، يعني الناس اللي اهالينا في الصعيد وفي الريف اللي عايزين يجوا يحجوا ومش قادرين يروحوا مكه والمدينه بيعتبروا ان شارع الاشراف وما يوجد فيه مقامات آل البيت زياره لهذه لهذه الاماكن. كيف يحتفظ الشارع زي ده بهذا العبق التاريخي زي شارع المعز لدين الله؟ يعني انت بتكلمنا على شارع فات عليه 1000 سنة بالظبط. هو يمكن حضرتك واحنا ورانا بعض البيوت في هذا، والناس كمان اكيد اعتقد عندها حكايات كتير. يعني اهم حاجه ان احنا نشرك المجتمع، يعني عشان تحتفظ بيه لازم المجتمع يكون حاسس بدور السياحه. يعني حضرتك ما تطورش المكان دون ان يكون الناس مشتركين في العمليه. يعني ارجو ان احنا نروح للناس نطلع لهم بيوتهم واحنا بنقول لهم بنعمل ايه وايه رايكم وايه اللي ممكن ندخله وايه اللي ممكن نطوره. كمان لو قدرنا نعمل لهم بعض الاعمال نشغلهم، يعني حضرتك ما تروح الاقصر كل الناس مهتمه بفكره السياحه، لدرجه حضرتك فاكر الحادثه المشهوره في التسعينات اللي قبض على الناس الارهابيين الناس ليه؟ لان لقمه عيشهم جايه منين؟ من السياحه. فارجو لما نطور اي مكان ندخل الناس فيه ونخلي لقمه عيشهم داخله في المكان، لان انا دلوقتي قاعد في كافيه زي كده لقمه عيشي جايه منه فبالتالي هيدافع عنه. فاحنا داخل الشارع دي، شارع من اهم الشوارع اعتقد في مصر، هي وحته اسمها البهنسه. البهنسه برضو عندنا في المنيا من المناطق المهمه جدا جدا، برضو فيها اكتر من 5000 لمقامات آل البيت. فالشارع ده بقول لحضرتك السيده نفيسه، السيده رقيه، السيده سكينه، السيده زينب، فاحنا في شارع مهم زين العابدين. الشارع اسمه الاشراف. بالظبط الاشراف، هو كان اسمه الاشرف ولكن سموه بعد كده بالاشراف. انا خلصت قهوتي وانت لسه اشرب قهوه بس قهوه من الفنجان.